أخبار الرياضة من القناة الإلكترونية جيل دي زد، أهلا بكم. في المستهل ينشط الناخب الوطني جمال بالماضي غدا الاثنين ندوة صحفية بالمركز التقني بسيدي موسى في إطار الاستعدادات للتربص التحضيري المقبل للخضر قبل مباراتي أوغندا وتنزانيا، وسيتحدث بالماضي عن أسماء الجديدة التي تواجدت في قائمته وكذا غياب القائد رياض محرز عن التربص. المزيد من التفاصيل في تقرير شمس الدين زرقي. في خطوة هي الأولى منذ تولي الناخب الوطني جمال بالماضي العارضة الفنية للخضر، حيث قرر ضخ دماء جديدة لتدعيم صفوف المحاربين. ومست التغييرات التي أحدثها جميع الخطوط باستدعاء سبع وجوه جديدة: حارس مرمى، ظهيرين أيمن وأيسر، متوسط ميدان دفاعي، وثلاث مهاجمين. البداية مع الناشط بنادي كورتري البلجيكي عبد القهار قادري. يعد الوافد الجديد وخريج مدرسة بارادو ذو 22 ربيعة ومتوسط ميدان نادي كورتري البلجيكي. عبد القهار قادري كان قد تألق في البطولة الوطنية وكذلك رفقة المنتخب الوطني المحلي. الحارس أنطونيو مانديريا اللاعب بنادي أنجي الفرنسي من مواليد 1996 بمدينة غراس بفرنسا، سبق له المشاركة مع منتخب فرنسا تحت 18 سنة، كما تقمص ألوان نادي نيس قبل الالتحاق بنادي أنجي. بلال براهيمي كانت بداية مسيرته في إنجلترا مع أكاديمية ميدلسبرو، لينتقل بعدها لمصلحة ريمس ولومان وأنجي لتكون نيس هي رابع محطة له. رياض بن عياد برز في مباراة النصف النهائية ما بين وفاق سطيف والأهلي المصري. قبل ذلك كان بن عياد قد أظهر قدراته في البطولة الوطنية واستطاع تسجيل 10 أهداف في هذا الموسم. بلال عمراني صاحب 29 سنة بدأ مشواره الكروي مع نادي أولمبيك مارسيليا لينتقل بوصوله إلى فريق الأكابر على سبيل الإعارة إلى آريل أفينيون قبل الانضمام بعدها إلى كلوجي الروماني. يانيس حماش هو الظهير الأيسر لفريق بوفيشتا البرتغالي، بدوره تمكن هو أيضا من التألق وجلب انتباه الناخب الوطني من خلال ما قدمه هذا الموسم في الدوري البرتغالي، حيث أسهم بست أهداف بين صناعة وتسجيل خلال 20 مباراة. وأخيرا حكيم زدادكا لاعب نادي كليرمون فوت الفرنسي. من جهته كان صاحب 27 عاما قد أعلن صراحة عن رغبته في اللعب مع المنتخب الجزائري. المدافع الأيمن لنادي كليرمون قد لعب مع ناديه لحد الآن 24 مباراة سجل فيها هدفا واحد. نقل المنتخب الأوغندي لكرة القدم معسكره التحضيري الذي يسبق مواجهة الجزائر في الرابع من نجوان القادم إلى تونس، وأفاد الاتحاد الأوغندي للعبة عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك أن مدرب المنتخب حدد 16 لاعبا كانوا قد أنهوا استعداداتهم التي شرعوا فيها منذ الاثنين الماضي من أجل السفر إلى تونس ومواصلة التدريبات. وتابع المصدر أنه سيلتحق 8 لاعبين آخرين لاحقا بزملائهم في تونس، بينما ترك المدرب ميتشو 4 لاعبين يتدربون في أوغندا تحسبا للقاء النيجر في 8 من أجوان القادم. كشفت مصادر إعلامية إيطالية أن نادي إنتر ميلان يفكر بالتعاقد مع الدولي الجزائري رامي بن سبعيني تأكد رحيل الكرواتي إيفان بيريزيتش إلى توتنهام في صفقة انتقال مجانية. ووفقا لصحيفة توتو سبورت الإيطالية التي ذكرت أن النيرازوري يفكر في خطف بن سبعيني لتعزيز الجانب الأيسر لفريقه، ذلك بإلحاح من المدير الرياضي بيرو أوسيليو. وكان الإنتر يفكر في استخدام نجم الخضر في فترة الانتقالات الشتوية قبل قدوم المدافع روبر جوسينز من نادي أتلانتا. كشفت اليوم تقارير إعلامية تركية أن الدولي الجزائري إسلام سليماني مرشح للعودة إلى فريقه السابق في فنرباتشي التركي نظرا لحاجة النادي لمهاجم بمواصفات سليماني. صحيفة أسبور أكدت أن إدارة فنرباتشي رسمت تعاقدها مع المدرب البرتغالي خوخي فرناندو خيسوس من أجل إشراف على النادي الموسم المقبل. وأكد المصدر ذاته أن المدرب الجديد للنادي التركي يصر على ضم الهداف التاريخي للخضر بحكم علاقة ثنائي عندما تولى البرتغالي العارضة الفنية لسبورتينغ لشبونة سابقا. يتجه الدولي الجزائري ولاعب نادي نابولي الإيطالي آدم الناس لمغادرة النادي نهاية الميركاتو الصيفي بعد موسم متواضع بقميص النادي الجنوبي حسب ما أكدته تقارير إيطالية. وكشفت التقارير ذاتها أن جناح الخضر قد ينضم إلى صفوف نادي ساليرنيتانا الفريق الذي ضمن بقائه في الكالتشو خلال الجولة الأخيرة من البطولة.
ومن المحتمل أن يلتحق والناس بالدولي الفرنسي السابق بيلان ريبيري الذي ينشط مع فريق سالرنيتانا في انتظار ترسيم الصفقة الأوروغواني كافاني المتواجد هو الآخر ضمن أجندة الفريق الإيطالي. تجاوز الحصاد الجزائري خلال النسخة 43 من البطولة الإفريقية للجيدو فردي رجال وسيدات التي اختتمت مساء السبت في وهران توقعات المديرية الفنية الوطنية وفق ما كشف عنه المدير الفني الوطني سمير سبع، وبفضل الألقاب الفردية السبعة من مجموع 15 ميدالية، 7 ذهبيات و3 فضيات و5 برونزيات، فاز الفريق الجزائري بالمركز الأول متقدما على تونس والمغرب. وأوضح المدير الفني الوطني سمير سبع أنه سعيد جدا بهذا الإنجاز الذي فاق توقعات الجميع، موجها في الوقت نفسه شكره إلى المسؤولين الذين وضعوا كل الإمكانيات تحت تصرف الرياضيين. تستعد ساحة سيبيليس أرينا لاستقبال نادي ريال مدريد الإسباني بطل دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم بعد تغلبه على نادي ليفربول بهدف نظيف في نهائي المسابقة أمس السبت ليفوز باللقب للمرة 14 في تاريخه. وتم تزيين ساحة سيبيليس للترحيب بأبطال أوروبا على متن حافلة مكشوفة أقول لاحتفال مع الجماهير باللقب الأغلى في القارة العجوز. وتكرس ساحة سيبيليس دائما احتفالات ريال مدريد بالألقاب، وهي المركز الرئيسي وأحد أهم الأماكن السياحية في العاصمة الإسبانية مدريد. من جهتهم احتفل عشاق النادي الملكي في الجزائر بتتويج الريال بكأس رابطة أبطال أوروبا، وصلع عشاق المدريديستا أجواء رائعة وسط حضور أكثر من 6000 مناصر للنادي الملكي في مسرح الهواء الطلق قرب فندق الأوراسي بالعاصمة. نترككم لمتابعة هذا الفيديو الذي يوثق فرحة الأنصار بهذا التتويج. كرة لوكا مودريتش من هنالك، لوكا مودريتش يبحث عن فالفيردي وجد توني كروس في الوسط. وصلنا إلى ختام النشرة الرياضية، شكرا على كرم الإصغاء والمتابعة، إلى اللقاء.